وزاد نوح بالشام يقص شعره ويدزر على وسده يقول خير الأنبياء وأمتي خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون بالصلاة كصفوا فيهم بالقتال قلوبهم مساهفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب وثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلثي يأتون بذنوب وخطايا عظم فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فرينوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثل الجبال غير أنهم يصدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشاره وازداد الكرسي حيبته وقاره وامتلأت السماوات انواره وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواء من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بحضق بإذن رب الحق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمامي ما هالك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول يا نبي سلام عليك
ورميت السياتين من السماء بشهو بالمخلقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسهولة سلطنته دليل هادئ لما تألق من سناء النور الساتئ وأسرق من بهائه ضياء لامح حتى عرض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك على صل وسلم وبارك عليه وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن العرب أنفذ إليه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على ألوه مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمال يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل كمال بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمال ماذا يعاب ماذا يعاب ماذا يعاب من هنا تبقي أنت وعلى جميع الآل والأصحاب
وسلم وبارك عليه. أستغفر الله يا الله.
وسمين يا الله ربك رب العزين ما يسفر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Umi Fatmawati yang telah memimpin pembacaan maulid Adi Bait tadi. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebat kemiri pohonnya rendah. Dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Kepada Ustaz Khairuddin dimohon untuk membacakan doa. Kepada beliau majelis mempersilahkan. Innallahi ta'ala ala hadini wa kinati suriyah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك ببركة رسولك الكريم وبشفاعة نبيك الأمين وبجاه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وببركة مولدك. اللهم اجعلنا من الدائمين المعبين إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا دنيا والسلام. اللهم بارك لنا في علومنا في حياتنا في مماتنا وأمسنا على مسلم فاتنا فاتي والأمم في طاعتك وطاعت رسولك يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتوسع أرزاقنا وتفتح لنا جميع أبواب خيرك في دنيانا وأخرانا وتبلغ جميع مقاصدنا ومعنا وإلى دنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظه حفظا جميلا كريما طيبا مكرما. اللهم احفظ إلى محمد حفا شرفا محمد غني. اللهم اجعله ولدا صالحا. اللهم اجعله ولدا صالحا. اللهم اجعله ولدا صالحا مطيئا إلى الله وإلى رسوله وإحسانا إلى والديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.